نرجع بديك مديد التالي اول نهار خامت فيه تهزاك وتمشي تلعب تمشي تكور كيفاش؟ والله تعرف بديت في الاتحاد المغربي انت هكا؟ بديت في الاتحاد المغربي ولا المغربي اسمه؟ الاتحاد المغربي اللي هي اليو اس ام. عملت عامين في اليو اس ام. بعد اليو اس ام اي كيفاش؟ قعدت في الحومه مشيت قلت خلينا نجرب حظي كيفاش بالضبط؟ ما نكذبش عليك ولا مغلوم من الصغرى بالكوره كيفاش؟ تعرف انت معناها الحياه الشعبيه والجو هذاك معناها تمشي حتى تقرا ديما عندك معناها كوره معناها في الكرتابه فهمت؟ مغروم كيف الناس الكل وزيد معناها بصراحه اك شويه الانحراف معناها اك تاع الصغرى. كنت ضايع في الصغرى؟ اي اش معناها انحراف؟ معناها كيف الصغار الكل كنت معناها نعم شويه مشاكل شويه تبراكي ومشاكل واحد بركه جات شويه شويه بركه جات مش برشا بصراحه فهمت؟ كنت معناها خارج عن النص شويه للي ربي سهل وجات الكوره دخلنا معنا الاتحاد المغربي عملت عامين في اليسام من بعد عملت 6 شهور بعد اليسام عملت 6 شهور في العمره لعبت مدلس في العمره مدلس ما خذيتش وراقك معناها مدلس من العمران 6 شهور مشيت للنادي الافريقي بون قبل ليسبيرونس وقتها تفاهمنا مع ليسبيرونس كيف ما جاوني وقتها مسؤولين تاع النادي الافريقي قالوا لي معناها فلوس وقتها وكذا تسديد ولا شنو كيفاش ليسبيرونس والكلوب كلموك؟ لا احنا لعبنا ماك تعرف احنا ديما نكوروا ضد ليسبيرونس لعبتوا كونتر ولا اميكال وكذا حاسيلو كي لعبنا ضدهم قالوا للملاعبي هذا يوفى العام باش تجينا وفي العام مشيت فهمتك مشيت كي مشيت معناها طول حطوني مع الملاعب انت مينيم وقتها شنو؟ كدي بي كدي بي فهمت؟ مشيت اول ما مشيت لسبيرونس معناها للامانه معناها كي مشيت لسبيرونس وقتها مسؤولين تاع النادي الافريقي ماك تعرف كيف بارك الكلوب كيف بارك سبيرونس عندك ديما عينين تاع لسبيرونس في بارك الكلوب وعينين تاع جيني واحد معناها بارك الله فيه قال لي اش قولك معناها الكلوب ورغم لعبت زاد ضد الكلوب باش ما ننساش اللي هو سليم عبد الغفار زاد اللي هو كيف قال لي باش تجي معايا المدرب الكبير سليم عبد الغفار لكن معناها مكتوب كيما قلت لك في الاخر معناها اعطاه وقت البابا فلوس معناها بين قوسين قداش فلوس؟ قداش فلوس؟ 400,000 ولا 400 دينار 300,000 الكلوب عطاته 400 دينار باش مشيت اي فوالا وقت المسؤول وخذيت انا 100 دينار وقتها فهمت؟ حولت الوجهه وقتها ال 100 دينار معناتها بدلت لك وجهتك من الاستوديو اللي مكتوب هكا هو ماك تعرف وكذا وبالرغم بابا لا علاقه بكره القدم فهمت؟ ما ندمتش شويه على الاختيار هذايا؟ ليه ما ندمتش يا اخي نادي الافريقي النادي الافريقي ايش بك هرم معناها واللي ياخذ الترجي زاد الترجي صحيح لا لا جمعيات معناها الزوز على مستوى عالي وشرف لي لاعب يكور فيهم فهمت ولا تحومتي زوز فهمت ما عنديش مشكل فهمت لو كان مشيت للترجي تنجم تكون مسيره تكون بخير شنو توقعات شنو تتصور؟ شوف راه كل شيء مكتوب لكن نجم نكون معناها عادي نجم نكون كيف توا فهمت ولا لعل معناها نوصل معناها مخير فهمت لكن حتى الكلوب راه جمعيتي الكلوب وبارك الله فيها معناها انا وصلت في الكلوب والشيء هذا الكل معناها جراء شبيبة العمران والاتحاد المغربي والنادي الافريقي بارك الله فيهم الكل معناها مشيت جوست على خط ال 400 دينار هذوكم معناها كان مش ما تمشيش واحد ما يعرفش يخمم فهمت صغير واحد ما يعرفش يخمم فهمت كيفاش انت شنو جمعيتك صغير؟ وانا صغير اي وقتها مكشخ انا سالت العصفوره قالت لي مكشخ لا مو لا مو بحكم نمشي مع ولد الحومه وقتها فيراج و اما كي دخلت قبل معناها الكلوب كي لعبت فيها وليت نحس على الكلوب فهمت كيفاش وليت معناها جمعيتي النادي الافريقي فهمت معناها إيه اما من الاول صغير انا صغير هيك تعرف باه او باه اول نهار دخلت الباركينغ تاع الكلوب كيفاش لقيت الاجواء غادي اقلمت كادي بي قلت لك مشيت هكا كادي بي والله مشيت تعرف معناها في البارك وقتها برشا عباد وبرشا اولياء كيف توا فهمت والاخر معناها جايب ولد وشعره هكا والاخر ولد الوزير والاخر ولد كذا واحنا كالغجر سامحني في الكلمه بين القوسين علاش علاش نجم هكا اي نجم مش بالضروره معناتها نجم يكون حتى ولد وزير يكون ملاعب معناتها يا ما تعرف اسمع فما معاملات اسلام فما معاملات الى حد الساعه هذه وانا قاعد معناها نشوف الشيء بعيني معناها للتو فهمت في لي جون في الجمعيات مش كيف كيف ما يعجبكش تو حاليا مازال شيء واكثر اكثر علاش احنا ما عادش عندنا كورجيه وما عادش عندنا هاو معناها بالدليل فهمت صحيح هو كان في بلاستيك في خادم بن يوسف
يحكي لي عن معاملات وقتها في ستات ملعب تونسي في الشوبان. قال لك اللي يجيب الزيت واللي يجيب الماء واللي يروح بالونترينور واللي بوك اسلام كان نقعد نحكي لك في حاجات راهو حاجات بالحق حاجات كبيره على الاخر. حاجات كبيره وما تتوقعهاش. مثلا شنو اكثر حاجه قعدت في بالك صدمتك؟ قعدت اليوم في بالك. البو مثلا فما اب يعطي مثلا 5 ملايين 4 ملايين باش ولده يقول له بالله عيط له ستاج. ستاج في ليكيب ناسيونال. في لي جون اي كادي جونيور. واللي يقول خلف هذا يكذب راه. انا نعطي فيك في الدنيا الكل فهمت اسلام؟ لليوم تصير معاملات. اي اي لا لا فما. بون توا بذكاء. اما تصير واكثر زاد. على ستاج. اي على ستاج. كيفاش طلعت سينيور في الكلوب؟ والله طلعت سينيور تعرف انا كنت معناها حتى كي نلعب في لي جون تاع النادي الافريقي كنت ديما مثلا عمري مينيم نكور جونيور فهمت؟ والدليل لعبت قبل لعبت كادي عند سليم عبد الغفار كنت نطلع معني السيد نزار خنفير للسبوار تول فهمت؟ معناها بحكم الطاي والقباري واحد وكنت فهمت كان حاطين العين عليا ومعناها باش نكون معناها في يوم من الايام سينيور فهمت؟ في يوم من الايام انا قاعد في الدار فهمت كملت الماتش مع السبوار وكلموني. شكون كلمك منين تليفون؟ كلموني نادي الافريقي مسؤول في نادي الافريقي ماك تعرف واحد ما يذكرش تكون. قال لي راه غدوه قال لك المدرب باش تجي سينيور. شكون المدرب وقتها؟ وقت السيد مراد محجوب. محجوب. بارك الله فيه سي مراد قمه في الاخلاق. ناس طيبه. على الاخ. صحيح. فهمت؟ قال لي راه كذا كذا. حاسيلو في الليله هذيك ماك تعرف واحد انه ما جاهوش فهمت؟ ما رقدتش فيها. ما رقدتش بالطبيعه سينيور الكلوب مش لعبه وتعرف النجوم اللي في النادي الافريقي وكذا. صحيح. عادل سليمي سمير سليمي فوزي رويس نبيل كوكي هكا جمال الامام جمال الدين الامام اقطاب تاع الكوره ما لقاتش لي سي نورمال خالد عزيز فهمت كيفاش اول كيفاش دخلت للبارك نهارتها ماشي ترينا السينيور والله كيفاش دخلت مع الواد والله سامحني والله بون هي طرفه صغيره لعبت انا الماتش مع الاسبوار خليت الساك نتاعي هكاكا روحت طيشت الساك بالمنشفة بالريحة نتاعو وكذا وهما كي كلموني قال لي إمتى الغدا باش تجي الترين فوالا نسيت الساك هكاك يعمل هكا الصباح هزيت الساك نتاعي ومشيت دخلت احنا عندنا زوز فيستيرات عندنا فيستير تاع السكالوب وفيستير تاع الشرب نتاع الكبار وحدهم والصغار وحدهم فوالا معلم هي فهمتك القرايدية وحدهم واحنا الخيط على جنب لي جون الاخرى والا حتى اللي ما يلعبوش انا وجمال رحومه كريم السعيدي فهمت اللي طالعين صغار اي صغيرات فهمت انا كي دخلت ومشيت مع السكالوب مع دخلت الفيستير الخشينه فوالا تلفتك ايه في بالي نلقى شوف في فوزي وعاد سليمي ايه قلت يا ربي خينا هنا ما فهمتش ما نكذبش عليك نبدل في حوايجي انا هكا وحليت الساك ساعة كي حليت الساك ما بقى معناها اي غاف غاف خويا يلعب لك ولا حل الساك هو ماك تعرف انا صغير وكذا حاسين بقاو يخزروا لي كي قالوا لي ما عملت هكا تلفت هكا تلفت هكا هزيتك الساك نتاعي ونمشي للتواليت نبدل خرجت مشيت للتواليت نبدل عاد بعد قالوا لي جرى واي في ستيريت شكون المسؤولين قالوا لك ايش بدل هنا اي بالطبيعه ما تجيبش بدل معاهم حتى احنا حتى معاهم نعيطوا لهم سي فوزي سي عادل في الوقت هذاك اول ماتش مع شكون؟ اول ماتش عندي بون ناحي لاميكال اما اول ماتش اوفيسيال هبطني جانا مدرب اسمه شرار روسلي شرار روسلي شرار روسلي هبطني درجين ولا ربع ساعة جربة في جربة جربة في جربة وقتها كيفاش احساسك اول ما تشهبط فيه هذاك؟ ولا درجين هبطت انا وقتها مع شكون لعب في الاكس؟ لعب معايا نسيته ما تذكرش مش مشكل باهي حكيت عليه وقتها خذيت مليون في الماتش هذاك اش عملت بيه المليون؟ مليون شويه مشى للدار وشويه تعرف وقتها مليون برشا اي برشا فلوس شويه مشى للدار وشويه مشى وقتها مشيت نشري في حوايج من ناس زرقون فهمت وتبدلت الدنيا فهمت قش كي جيت العشيه وقتها عندنا اونترينمون صباح وعشيه كي جيت العشيه للفستير فوزي عايط للناس وكل بلعبه يجي يشوفوا يشوفوا بوحوش كيفاش تبدل اي راه خرج من قشرته بوحوش خرج من قشرته فوزي حبيبي فدلك